ماذا لو؟ الأردنيين ما بياكلوش منسف. شو الحكي هذا؟ كيف يعني ما بناكلش منسف؟ وقف التصوير معلم، ما فيش حلقة اليوم. طارق، إحنا هنا في ماذا لو؟ يعني بنتخيل. ماذا لو؟ الأردنيين ما بياكلوش منسف. الأردنيين هيلغوا أصلاً يوم الجمعة لو ما فيش منسف. بنلغي الأفراح، بنلغي الأعياد، بنلغي كل إشي. ومش هيبقى فيه المقولة الأردنية مش قد المنسف لا تتفلسف. ده الأردنيين من كتر ما حبوا المنسف حطوه في كوباية وعملوه سوشي. راحت هيبة المنسف. ما تقولش كده بس، المنسف مستحيل يفقد هيبته، وده بسبب تاريخه العظيم. أيوة، المنسف أكلة ليها تاريخ هحكيهولك، بس خليني الأول أقول للي ما يعرفش. المنسف ده حاجة بسيطة جدا، لحمة ورز وجميل، حاجة شبه اللبن الرايب كده. لا، ده أذكى من هيك بكتير. بتتاكل في طبق واحد كبير وبالإيد. أكل المنسف بالمعلقة مهزلة. المهم إن كل ده مش عادة جديدة، الأردنيين بيأكلوا منسف من 5000 سنة. لما اخترعوا الملك ميشع ملك المملكة المؤابية الأردن دلوقتي، كانت طريقة ذكية منه عشان يعمل استفتاء شعبي على الحرب اللي كان بقاله كتير بيفكر فيها مع بني إسرائيل اللي دولتهم لازقة في دولته، وكأن التاريخ بيعيد نفسه. والله هحكي لك الحكاية بالتفصيل. الدولة المؤابية ودولة يهوذا اللي جنب بعض طول عمرهم ما بين السلم حبة والحرب حبتين، ياخدوا منه حتة أرض مرة، ياخد منهم حتة مرة، وخناقة يعني. لحد ما في يوم ميشع كان عاوز يقوم الحرب على بني إسرائيل، فيعمل إيه الملك الذكي؟ كان لازم يسأل شعبه الأول. طب يسألهم إزاي؟ باستفتاء؟ لا طبعاً، بالأكل. أقر طبخ الرز باللحمة مع الجميد اللي هو اللبن في المنطقة اللي عليها الخلاف، عشان بني إسرائيل محرم عليهم اللبن مع اللحمة، وبكده يقدر يعرف نسبة الشعب الموالية ليه. وأول لما رجالته قالوا له إن كل الشعب اللي في المنطقة طبخ اللحم والجميد، أعلن نسفه لكل عهوده واتفاقياته مع بني إسرائيل، وبدأت حرب مصيرية مع مملكة يهوذا. ومتهيألي إن ده السبب الحقيقي لاسم المنسف، مش علشان كانوا بينسفوا القمح. وبعديها لما كسب الحرب كانت دي أول طبخة اتعملت احتفالاً بالنصر. ومن ساعتها يا سيدي بقى المنسف يعني الأردن، والأردن يعني تاريخ عظيم. وعلى فكرة المنسف مش بس للأفراح، ده كمان للعزة، بس في الفرح الراس بتبقى مرفوعة لفوق، أما في العزة فبتكون لتحت عشان تعبر عن الزعل. وما ينفعش يمسك راس الخروف إلا كبير العيلة، ولو حد ادالك اللسان فده معناه معزة كبيرة جدا، مش هينفع تقول لأ. الخلاصة، المنسف مش رز ولحمة وجميل، ده سبب رئيسي لتجميع العيلة كل أسبوع. المنسف ده تاريخ محطوط في طبق، تاريخ لذيذ. وينتصر المنسف.